هل صحيح أن هند بنت عتبة أكلت من كبد حمزة؟ هذا يذكر في السيرة لكن أنا لم أجد له سند صحيح، فالظاهر أنه ليس بصحيح، ومن قال إنه صحيح يأتينا بالسند، والظاهر أنه لا يصح أن هند أكلت من كبد حمزة، فيقال، لكن الذي يظهر لي أن هذه الرواية ضعيفة، ولم تأكل هند من كبد حمزة. أن هند ما هي التي قالت للوحشي اقتل حمزة، حتى قالوا أن هند هي اللي حرضت الوحشي أنه يقتل حمزة، هند لم تحرضه. من اللي حرضه؟ من اللي حرض الوحشي بقتل حمزة؟ اللي حرضه رجل اسمه جبير ابن مطعم. حمزة قتل أبوه.